بقول فيها كنت صغير وافزع من النوم اخفى عتختي وخاف يومي وفي الصبح وعاتبه باللوم وتبكي عزنده دموع عيني. سألتني امي شو صايبك غصيت هكلاني همي خايف علي. جاوبت امبارح بالحلم لقيت دياب الدنيا هاجمي عالبيت وفقت من الحلم ما لقيت بي. دعسات اجروا بدارنا نغمات لحالة عندي راحة نفسية وكل ما عوجه بتشرق البسمات بحس السعادة نازلة علي. وحط قميصه المبلل بمياط عصرت وفا وشربت هالمي. أتاري بي قاتل الشمسات وحرم حاله من نسمة الفيات تيعيش أولاده بهنا الفي. علي بتحفظ كل الشعر؟ يعني اليوم كل شعر كاتبه أنت لأنه عددهم ما شاء الله كثار كلهم حافظهم؟ كله حافظه ما بحمل ورق. حلو. طب في شاعر معين بتنطره ليكتب؟ بتقول شاعر أغنية بتنطره لتسمع له شو كتب شو كان موضوعه؟ هلا يمكن تفاجئوا شوي، أنا الشعر اللي بميل لإله بحب اسمعه شعار الزجل لأنه الصور والكلمات بتكون تقيلة، أما الكلام الجديد الموضة أنا ما بحبه. الأغاني الجديدة قصدك اللي عم تعتمد أغاني كلمات بسيطة إذا فينا نقول. صحيح، بحب الكلام التقيل اللي فيه صورة وفي معنى وفي إيقاع معين بيوصل للقلب، مثل طليح حمدان وخليل روكوز وبو علي زين شعيب. تحية لإلهم، طبعاً علي رح تبقى معنا.